وينضم إلينا الآن مدير شعبة العمليات في الدفاع المدني أحمد زيادات. يعني سيد أحمد أهلا بك، آخر المعلومات المتوفرة عن هذا الانهيار. الله يسعد مساك سيدي. أهلا بك يا سيد أحمد، يعني آخر المعلومات سيدي، ضعنا بآخر التفاصيل وآخر المعلومات في هذه الحادثة. سيدي احنا عصر هذا اليوم تلقينا بلاغ عن انهيار عمارة سكنية، وتحرك المركز صاحب الاختصاص على الفور. نعم. وتم تحريك فرق البحث الإنقاذ المحلية بالإضافة إلى فريق البحث والإنقاذ الدولي إلى موقع الحدث، وتم على الفور جمع المعلومات عن طبيعة الحدث وعدد السكان والعدد المحتمل بوجود العمارة. نعم. وعدد العائلات التي تقطن داخل هذه العمارة وطبيعة الحادث. شارك عدد كبير من رجال الدفاع المدني في الاستجابة للحادث بكافة معدات متخصصة للتعامل مع حادث الانهيار. نعم. آخر المعلومات سيدي بخصوص الإصابات والوفيات، يعني نتمنى الشفاء العاجل للإصابات والرحمة للوفيات. نعم. يعني قامت فرقنا بإخلاء 7 إصابات ناتجة عن انهيار العمارة، سواء إصابات بسيطة أو متوسطة، ولغاية اللحظة تم إخلاء وفاتين. نعم. إلى المستشفى. هناك إصابات نتجت عن من المتواجدين من ذوي الأشخاص الموجودين داخل العمارة، وكانت إصابات صدمة عصبية، أيضا نقلنا 5 إصابات، فكان هناك خلط بين الإصابات اللي ناتجة عن الردم. جميل. والإصابات. نعم. اللي ناتجة عن، إذن يعني 7 إصابات بسبب الانهيار، و5 إصابات بسبب يعني الحالة النفسية لأهالي الناس الذين تحت الأنقاض. طيب سيدي تابع تفضل. إذن زي ما حكيت لك سيدي، تم إخلاء وفاتين، وفاة مجهولة الهوية لغاية اللحظة هاي عندنا في عملية الدفاع المدني، ووفاة معروفة لدي. الآن جاري الاستقصاء والتحري عن عدد الأشخاص اللي موجودين في المبنى لحظة الانهيار. نعم. يعني العملية الدفاع المدني تتواصل مع الناجين، والحمد لله يعني معظمهم إصاباتهم بسيطة وحسنة، حتى اللي تم أخلاعهم من قبل فرق الإنقاذ. نعم. من تحت الردم إصاباتهم متوسطة، وجاري الاستقصاء عن معلومات دقيقة لقاطني كافة الطوابق. نعم. العمارة التي تعرض للانهيار هي طابق تسوية و3 طوابق أعلاها، جاري تحديد من كان موجود داخل العمارة. نعم. ونستقصي المعلومات الدقيقة حتى نحدد عدد المفقودين لغاية اللحظة، وبنقارنهم بعد الإصابات، بالإضافة إلى هناك مبنى سكني من طابق تكون من شقتين بجانب العمارة أيضا تعرض للردم نتيجة سقوط المبنى. نعم. عليه. نعم. طيب المبنى الآخر هل انهار؟ نعم صحيح سيدي، وتم إخلاء إصابات، يعني آخر إصابة تم إخلاءها من نفس هذا المبنى، يعني. نعم. وحالتها جيدة. يعني نحن نتحدث عن انهيار المبنى الأول، وتسبب بانهيار مبنى آخر بجانبه. مبنى من طابق بجانب. نعم. طيب سيدي، هل هناك رقم لمجموع السكان في البناية؟ ليس فقط لحظة الانهيار، لكن العدد الكلي؟ العدد الكلي المقدر في سكان العمارة. نعم. والعدد يعني حسب إحصاءاتنا، وليست يعني أننا نستقصيها من ذوي الأشخاص. نعم. الموجودين، يعني يقدر في 30 شخص الكلي. يقدر بثلاثين شخص العدد شخص. الكلي. نعم. هي التقدير، لكن لحظة الانهيار غير معروف. غير معروف بدقة، لكن احنا جاري استقصاء اعداد الناس اللي موجودين. نعم. من اشخاص ياكدون المعلومه للموجودين حتى نحدد قائمه. نعم. من هم موجودين ومن تم اخلاؤهم من هذا العدد حتى يتبين معنا العدد الذي. نعم. هذا المفروض سيدي، لكن يعني الحديث والترجيحات التي تشير الى وجود 14 شخصا هي ليست دقيقه، اليس كذلك؟ اكيد اكيد سيدي. نعم. صعب تقدير عدد الأشخاص بدقة إلا من شهود عيان أو أشخاص كانوا موجودين، فإحنا نستقصي طابق الآن، نحاول. نعم. أنه ناخذ كل الطوابق وناخذ معلومات دقيقة عن الأشخاص الموجودين في كل الطوابق. نعم. حتى جميل. يتم تحديد الأعداد، بالإضافة إلى ذويهم اللي كانوا موجودين خارج المنزل ممكن يأكدونا، فجاري تحديث المعلومات أولا في أول. نعم. طيب سيدي، الآن في هذه اللحظات ونحن نتحدث، يعني هناك أشخاص تحت الأنقاض، أليس كذلك؟ نعم صحيح، المعلومات تؤكد. نعم. تؤكد من الشهود العيان والأشخاص اللي تم إنقاذهم من أسفل الردم أنه ما زال في أشخاص جاري العمل على إنقاذ.
نعم. طيب سيدي الأطفال، يعني سمعنا أن هناك حضانة ربما كانت، فهذا ربما يؤدي إلى ارتفاع عدد الإصابات بين الأطفال، يعني كم إصابة سجلت للأطفال؟ نعم صحيح سيدي، أحد الطوارئ يوجد في حضانة، تم الاستقصاء يعني عن هاي المعلومة بالضبط، وتبين بأن الحضانة لا يوجد فيها أي أطفال لحظة وجود وقوع الحدث. يعني هاي المعلومات أكدناها من الموجودين ومن الأشخاص اللي تم إنقاذهم من نفس الموقع. نعم، إذن لحظة الانهيار كانت الحضانة الموجودة خالي في هذه البناية خالية من الأطفال. نعم صحيح، نعم صحيح. نعم جميل. طيب سيدي في نفس الموقع، يعني هل قمتم بإخلاء سكان البنايات المجاورة؟ نعم صحيح على الفور، يعني هناك فرق تحدد طبيعة الضرر وحجم الضرر على المباني المجاورة. نعم. لكن لا يوجد أي تهديد أو خطورة على المباني المحيطة لموقع الحدث. نعم، يعني وقمتم أيضا بالإعاز لشركة الكهرباء بقطع التيار الكهربائي عن المنطقة من اللحظات الأولى. نعم، من اللحظات الأولى تم التواصل مع شركة الكهرباء لقطع الكهرباء عن المنطقة حتى لا يكون هناك إضرار إضافية بسبب تماس كهربائي أو غيره داخل نفس المبنى. نعم. المنهار. طيب سيدي، هل عاد التيار الكهربائي إلى جميع المنطقة، إلى المنطقة كاملة؟ منطقة العمل لا ما زال التيار الكهرباء مقطوع عنها سيدي. نعم، يعني هل تتوقع يعني المدة المتوقعة لاستمرار عمليات البحث؟ عمليات البحث والإنقاذ تحت الردم سيدي بتأخذ وقت، لأنها يتم العمل بتأني خوف من حدوث أي انهيار مضاعف يؤدي إلى إصابات إضافية سواء في طواقم رجال الإنقاذ صحيح أو بالأشخاص العالقين. بالأشخاص العالقين. طيب. فهي العملية تتم في تأني وضمن معايير دولية وضمن معدات تدعيم وإجراءات دقيقة حتى نحافظ على المحاصرين إذا كانوا أحياء وأيضا على رجال الإنقاذ اللي عملوا تحت الردم. نعم. طيب سيدي، ضيق الشوارع في المنطقة وطبيعتها وطبيعة الانحدار فيها، هل أثر على عمل أجهزتكم وأجهزة الدفاع المدني ووصول الآليات؟ من البداية يعني احنا تم التنسيق وتواصل مستمر. نعم. نعمل كمجموعة واحدة مع قوات الشرطة ودوريات السير، عملت على فتح الطرق إلى موقع الحدث لفرق البحث والإنقاذ والفرق المستجيبة من اللحظة الأولى، يعني اللحظة الأولى من الحدث مجرد ما نزل عندك كان عندنا معلومات تبين أن هناك حجم حادث كبير وبحاجة لاستجابة متخصصة وقوية، لذلك تم التنسيق على الفور في اللحظات الأولى إخلاء الطرق المؤدية إلى الحادث، وكان رسم لمسار آلياتنا وطواقمنا وتحديد وتمرير لدوريات السير وفتح الطريق أمامها. نعم. مما عجل في الاستجابة لموقع الحدث. يعني سيدي نتمنى لكم التوفيق والسداد بما تقومون به وإنقاذ جميع العالقين تحت الأنقاض، ونتمنى السلامة لكل فرد يعمل في المنطقة من كوادر الإنقاذ والإسعاف الدفاع المدني والأمن العام وقوات الدرك والكوادر الطبية التي تقدم الإسعافات الأولية للمصابين في الموقع قبل نقلهم إلى المستشفيات. مدير شعبة العمليات في مديرية الدفاع المدني أحمد الزيادات كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.